يلعب لأول مرة مقابلة نهائية في الكأس، في حين فريق شبيبة القبائل كما ذكر الحبيب لعب ثلاث مرات، وها هي المرة الرابعة في الوقت اللي نشاهد تشكيلة فريق شبيبة القبائل على الصورة، بعد مفتاح جانيت الجناح الأيمن، عدان مساعد الجناح الأيمن 27 سنة، ثم عموش 19 سنة فقط قلب الهجوم لفريق شبيبة القبائل، صايب 22 سنة محرك فريق شبيبة القبائل رقم 10، والجناح الأيسر مدن حكيم 25 سنة. آية الطهر بالنسبة لفريق شبيبة القبائل. في الوقت اللي يظهر كذلك على الصورة المدرب البولوني زيفوتكو 61 سنة أمام اتحاد بلعباس، بن عبد الله الحارس يليه بالرحمة المدافع الأيمن 21 سنة، سالم عمار 23 سنة مدافع الأيسر، ثم الهواري الزبير 24 سنة مساعد قلب الدفاع، قلب الدفاع مزيان يوسف اللاعب السابق لمولودية العاصمة 28 سنة، بالصحراوي وسط ميدان دفاعي 25 سنة، تلمساني عبد القادر 27 سنة الجناح الأيمن، بوهني 28 سنة، الوحلة طارق 33 سنة قلب الهجوم وقائد الفريق، بوكلال 27 سنة اللاعب السابق لاتحاد الحراش، وعد إبراهيم 20 سنة الجناح الأيسر، في حين أن الحكام الثلاثة هم السادة ميمون محمد ويتوسط زميلاه السيدين مجيبة رشيد ومحمد صنديد، ثم هناك حكم رابع حكم احتياطي هو السيد إبراهيم جزار، وتنطلق المقابلة لصالح اتحاد بلعباس مع تلمساني في أول كرة حاول باش يوجد بوهني لكن ترجع للشبيبة لتنطلق في الهجوم المعاكس في الدقيقة الأولى، انطلاقا الآن من صدمة في الجهة اليمنى حاول باش يوجد جانيت، وتدخل يؤدي بالحكم السيد ميمون إلى إعلان خطأ، تدخل موفق لصدمة أو لحفاف وسط الميدان، كرة بين اثنين تصبح للشبيبة أمام رحموني، رحموني تفتك منه، تلمساني داخل منطقة العمليات خطيرة صعبة، يراوغ زوج لاعبين ويسجل تلمساني، نعم جميلة جميلة النقطة، شوف يراوغ باليمنى وقذف باليسرى، ربما لكان شاهد الإعادة الحبيب، يعني كان خدا الدفاع وحتى الحارس يعني مراد عمارة رغم التجربة نتاعو، كيفاش ينطلق ثم ربما عمارة كان ينتظر في اليمنى، شوف كيفاش ثم رايح يقذف باليسرى، نعم ركنية أخرى وهي الثالثة لصالح فريق شبيبة القبائل، على يمين الحارس بن عبد الله، وصعبة الكرة، صعبة، وتدخل حقيقة من بن عبد الله، أنقذ مرماه من كرة صعبة، كان ينتظر في مقابلة سهلة بالنسبة لشبيبة القبائل لكنها صعبة وصعبة كثير، والنتيجة أحسن دليل قوة شبيبة القبائل والتجربة نتاعها، وتصبح الكرة معاكسة لاتحاد بلعباس، أبو كلال بوهني، بوهني صحراوي، صحراوي عنده الكرة، صحراوي يحاول باش يمر، ولقطة صعبة هذه وربما الهدف الثاني، شوف كيفاش أن شبيبة القبائل تضغط وهجوم معاكس للوحلة وهدف، يعني السرعة والفعالية، الحبيب شفت كيفاش كرة سريعة دخول في المنطقة وسرعة من الوحلة وسجل هدف ثاني خاضع بذلك الدفاع اللي كان متقدم، هذه الإعادة شوف الوحلة وجه لوجه مع الحارس عمارة، طبعا بسهولة كبيرة يمرر الكرة تحت عمارة في الدقيقة السادسة من الشوط الثاني، هدف مبكر كذلك في الوقت اللي كل الجمهور خاصة أنصار شبيبة كانوا ينتظروا في رد فعل سريع من جانب شبيبة القبائل، طبعا خلاص بالنسبة لشبيبة القبائل دخلوا زوج نتاع العناصر لكن اتحاد بلعباس ريح، وغلطة والحارس بن عبد الله، لكن نظن الحكم السيد ميمون يحتسب في خطأ رحموني، هو اللي معروف فعلا يترك المكان لرحموني، نعم من ثلاثة ورحموني وما يسجلش حقيقة، ربما بالخصوص أنصار فريق شبيبة القبائل ربما يفاجئون، هذا عبدي جلالي، نتيجة باقية لصالح اتحاد بلعباس، بينما عدى ينطلق وحده، عدى ينطلق وجه لوجه مع الحارس عمارة، وش راح يعمل عدى؟ يضيع، استفاد من ضربة ركنية، وحلة ويعلن سيد ميمون الإرادة إذن تاع فريق اتحاد
صحبة الاستعداد نقدر نقول جماعي بدنيا نفسانيا وتكتيكيا، كل هذا يسمح لفريق اتحاد بلعباس باش يفوز عن جدارة واستحقاق، ونظن هذا